رمضان أهل علينا بأنواره وبركاته. رمضان جيد أيامنا وليالينا اللي معرفناش واش يكتبنا مرة أخرى أو لا. رمضان فرصة لتثبيت الأواصر والعلاقة داخل الأسرة الواحدة، نتشارك جميع في العبادة اللي تكون لنا رحمة مغفرة وعتق من نيران. مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة الطيبة. الحياة الطيبة اللي تنتكلموا عليها في البرنامج ديالنا ما تتبداش في الدنيا وتسالي فيها. الحياة الطيبة اللي تنتكلموا عليها تتبدأ بميثاق غليظ وتتمتد للآخرة، تتمتد بين الزوج والزوجة حتى يلقون الله تعالى وهو راض عنهم. هذا الرضا ديال الله تعالى علينا هو اللي غيكون موضوع هذه الحلقة الخاصة ديالتنا، خاصة بخصوصية الزمان اللي هو هذا الشهر العظيم، وخاصة أيضا بخصوصية هذا المطلب اللي هو رضا الله تعالى. ودائما تحضر معنا الأستاذ عبد الله الشيباني. أستاذ عبد الله، مرحبا بك في هذه الحلقة الخاصة. مرحبا بنا جميعا في هذه الأجواء المباركة النورانية، ومرحبا بالأسرة الطيبة إن شاء الله في موسم المواسم اللي كتمر منها في خلال السنة. أستاذ عبد الله، احنا في أجواء ديال هذا الشهر العظيم، الأنفس تتوق للعبادة والتقرب من الله تعالى والمزيد من الخيرات. احنا بغينا اليوم في هذه الحلقة نشوفوا كيفاش ممكن احنا كأسرة متكاملين زوج وزوجة وأطفال نتقربوا من الله تعالى في هذا الشهر العظيم ببرنامج مشترك اللي نتبتوا به هاد الأسرة تبت وتحتوى، وفعلا كونوا تنعيشوا حياة طيبة. ما نطولش في الفرصة اللي الله عز وجل كيوهبها لينا كل سنة، اللي هي فرصة الشهر، شهر الغفران، شهر التطهر، شهر التوبة، شهر المغفرة. كثير من الناس يهضروا على هذا الموضوع، إذا فرصة لينا باش داك الفطور اللي كيكون فيه من خلال السنة نحاولوا نتداركوه بالاجتهاد في هذا الشهر اللي الله خصو بالأنوار وخصو بعناية خاصة باش تكون لنا فرصة ديال إننا نشوف كيف فعلا الأسرة أو تعيش حياة طيبة حتى في هذا السياق ديال مواسم ديال الخير. نبداو من الأصل، الزيجة يعني العائلة تجتمع على كنقولوا سنة الله ورسوله، زوجتك على سنة الله ورسوله. معنى سنة الله ورسوله، زوجتك بناء على طريق الله وعلى سنة الله وسنة رسول الله، هي سنة الله، هي طريق الله عز وجل. فإذا الأساس المتين اللي يتبنى عليه أسرة مؤمنة حقيقية هو هذه العلاقة بالله عز وجل، فخاصة تتق. وحتى العلاقة اللي كنهضروا عليها أو الرابطة اللي هضرنا عليها اللي كتجمع ما بين الزوج والزوجة والأبناء، رابطة لها أساس اللي هو هذه العلاقة بالله عز وجل. فلازم هذه العلاقة اللي هي أساس الجمع ديالنا، العلاقة في الله، تزوجتي واحد المرأة في الله، تزوجتي واحد الرجل في الله عز وجل وفي طريق الله، وتكون زواج في الدنيا كيف قلتي وفي الآخرة. كيف فعلا نستغل فرصة رمضان باش نقولوا هذه الأرضية، هذه أرضية العبادة المشتركة اللي عندها غاية وهدف. الغاية والهدف هو أننا نزيد نقويه يعني علاقتنا بالله عز وجل من خلال هذا الاجتهاد المشترك في العبادة وفي الذكر. إذا توفرت لهاد العائلة صحبة طيبة وجماعة طيبة اللي هي الفرصة منين يستقيوا، هي مسؤولة على أنها تجتهد في خصلة الذكر، في خصلة الاجتهاد تقرب الله عز وجل في المواسم ديال الخير على طول السنة. طبعا كنتكلم على واحد البرنامج تربوي أو على يوم المؤمن وليلته، اللي هو فرصة كتخلي الإنسان دائما في علاقة بالله عز وجل. فكيفاش لماذا هذه الأسرة تفكر تلقى واحد يوم الأسرة وليلتها خصوصا في رمضان اللي يؤسف جدا في العقل اللي وصلنا لها من حيطات، هو أن أصبح شهر الصيام أصبح شهر الأكل. غريبة هذه، يعني كتلقى الناس في شهر شعبان يتهيئون لرمضان بغشيان الأسواق وشراء كل مال الدواء، طبعا كنستعدوا لرمضان باش ناكلوا في رمضان. ودار الله عز وجل الفرصة باش نصوموا، يعني باش نثبتوا عبادة الصوم، فيها تطهر للروح وفيها تطهر للجسد. وحنا بحكم التخلف ديالنا عن فهم منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وتمثله،
كنردوه شهر ديال الاكل وشهر ديال الدرس، ان في هذا الشهر كتكثر المشتريات والاكل وربما بعض الامراض. فاول قرار خاص تاخذه هذه الاسره الطيبه هو انها تجعل فعلا من شهر الصيام ماشي شهر الاكل، وماشي تجند الاخت تنوض صوبها الحلوه ها ما نعرف شنو هكذا وتخولها بدا الهم ديالها وهذيك الطبله تكون عامره في ذاك، وهذا الشيء كيخصو مجهود ديال العشيه كلها ولا النهار كله هي كتوجد له. شنو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء؟ فنتحرر شويه من هذه العادات الجارفه، هذه العادات اللي استحكمت فينا، لا من ناحيه طبعا الزوجه ولا حتى الزوجه، هو بالمقابل تفرض راسها من النهار كله دكدك خاصو ياكل فيها، الا ما وجدتلوش الطبله مقاده كيتعصب. من جهتين هذا التعاون الاولي، الراجل يستعد بني بغى يبدا يصوم، بغى واحد الشهر ينقص فيه الاكل ويفطر على ما قل ودل، والهم ديالو هو التراوح، والهم ديالو هو الصلاه وقتها، والهم ديالو هو ذاك الصيام يكون عنده معنى. هذا هو الهم ديالو، باش حتى هي ما كتكونش محرجه على انها تنوض توجد وطيب. فإلا اجتهدوا وداروا برنامج مشترك ودمجوا فيه الوليدات، وهذه أهم شيء، وأن وليداتنا خاصنا نعتنيوا بهم، ومن الإشراك والعناية والثقة والله هو أننا نحببوا لهم يندمجوا معنا في برنامج عبادة. عبادة الصيام إلا كانوا قدروا يصوموا، ودوك اللي قربوا يصوموا يامات نشجعوا على ذاك الصيام. نعم، هذه من جهة. من جهة أخرى طبعا نوجدهم باش يبدا يمشيو معنا للصلاه والتراويح ونحبوا لهم هذا الامر هذا، وبالتي احسن طبعا بلا ما بلا 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 قساوه بلا بلا نحببوا كنقولوا نحبوا لهم يمشيو معنا للمسجد، ونجعلوا من ذاك الذهاب لصلاه التراويح واحد الحدث في العائله. يلاه سربيو يلاه نقضيو الغرض نفطروا شي صويبه شي هذا شي حاجه بسيطه تميرات، ماشي راه كتسنانا الصلاه، ونكونوا من السباقين للجامع قبل الاذان باش نكونوا قراب الامام، نسمعوا مباشره منه، نكونوا في المسجد الاخير. فنجعلوا منه حدث تربوي، وطبعا التحبيب هو نجعلوا ينخرطوا فيه كلهم، يعني لا يعني هما يبغيو يتشرقوا مسات الوليدات، وهذه الامور الشكليه حتى هي راه مهمه. هذا سنت حسن كيشعروا بان راه حنا في موسم خاص، والغرض منه هو انه يدفع بنا للامام في هذا المعنى. ما عاوش ما نجعلوش رمضان ديال الصلاه ورمضان ديال الذكر وما عداه. نعم لا، رمضان غير كيدربنا. الا جينا رمضان فواحد المستوى ايماني روحاني فهكذا، كنجيو رمضان كيطلع داك المستوى واحد المستوى عالي، طبعا مورا رمضان ما غاديش يبقى في هذا المستوى، غادي يهبط، ولكن ما يهبطش بزاف، يهبط شي شويه باش نكونوا نعرفوا بني رمضان كينقلنا من مستوى الى مستوى. ما غاديش يمكننا نحافظوا على ذاك الاجواء اللي كنا كنا. والصيام الصيام وما ادراك ما الصيام. الصيام الله جعل واحد العباده وخصها به، الصوم لي وانا اجزي به. فخصنا فعلا نعيشوا الصيام في رمضان، نعيشوا الصيام فعلا فعلا، نصوموا نصوموا بكامل جوارحنا بكامل جوارحنا فيها المعده المعدة واللسان والقلب واللسان خلاص معني كل هذه الصوم. فنقدروا هاد العبادة المباركة حق قدرها، وصوموا لي وأنا أجزي به، والصوم جنة وكذا، الصوم لا يسهو إلا الجنة، وبزاف الأحاديث وردت كتبرز لنا. ولكن مع الأسف الشديد الذي يؤلم أن هذا الصوم، أن شهر رمضان كنجعلوه شهر الأكل وشهر البطنة وشهر الانتفاخ والعجز، لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ عبد الله، واحد هاد السنين الأخيرة كاين واحد نقدروا نقولوا واحد الصحوة وانتباه لهاد الأمور في بعض الأسر، ولكن تتنحى منحيين، إما واحد المنحى تطرفي تكون شوية تسلط من طرف قد نقولوا الزوج الزوجة، المهم يتبادلين الأدوار حسب طبيعة الأسرة. نعم، تتكون فيها مثلا نوضوا ديروا هذا رشر، تتكون واحد فيها السلطوية اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة. هاد السلطوية ديال أن نوض العبادة وأنا كل شيء خصو يصلي، يا إما بتحكم بسلطة، يا إما بانفرادية، كل هذوك الزوج أو الزوجة تيمشيو بوحديتهم، كل واحد يدير برنامج خاص، فبالتالي تيحاول يطبقوا بدون اشراك الاخر. هادو تطرفان، تطرفان، تطرف ديال ان نفرضوا هادشي ونخليو الناس يديروه هما كارهينو. تماما.
لا في الامور ديال التقلل ولا في الامور ديال الصلاه ولا هذا، هو غادي معك المسجد ولكن غير بزز منه وكاره داك الشيء وهذا فولكلوري، تتولي زياره مسجديه فولكلوري، داك الشيء شكلي شكلي، راه لبس لك القميص اللي بغيتيه يلبس ودا لك السجيده اللي بغيتيه يدي ودار لك خاطرك، ولكن راه مقلق ويلقى شي فرصه فين يخرج يمشي يلعب بالتليفون ديالو ولا كيمشي يلعب به وهذا ما. اذا ويلا ما قدرتيش دير هذا الشيء، لقيتي ان هذا الشيء ما خدمش، كتسلم استسلام كامل وكتمشي انت دير برنامجك الايماني بوحدك، وهما تخليهم يديروا اللي بغاو، لا هذه ولا تلك. نعم. الوسط هو نجتهد على نفسي في اساليب التحبيب وبقدر ما انا كنكون اب نموذجي وكيحبوني ابنائي وكتحبني زوجتي، او لا انا ام نموذجيه كيحبني زوجي وكيحبوني ابنائي، قدر ما كنقدر نحبب لهم هذا الشيء. فراه كل مساله كلها راجعه لشخصيتك ومكانتها في قلوب من انت معهم باش يقدروا يستجيبوا لك لهذا التحبيب. فإلا وحتى الاسلوب يعني باش ديرها خص يكون اسلوب فيه حكمه وفيه لطف وفيه تدرج وفيه تحفيز وفيه حوار، هاد المعاني كلها اللي قلنا خاصها توظف في تحبيب الناس في هذه العباده المشتركه ديال رمضان اللي فيها الصيام والقيام والصلاه في وقتها والاعمال الاخرى طبعا اللي كتكمل الصيام ديالنا من صمت وصيام عن الكلام الفاحش والنميمه وكذا وكذا، الامور اللي كيتكلموا عليها الناس كثيرا. الله يوفقنا ويوفق الجميع ان نغنموا هذا الشهر المبارك باش نرتفعوا به اكثر الى تقرب الله عز وجل، نعرفوا باني الحياه يعني الزوجيه الحياه الاسريه واحد الرافعه من الرافعات اللي يمكن تعاوننا على هذا الامر. اللي نبغيو ناكد عليه استاذ عبد الله زعما ونبغيك تاكد ليه حتى انت على المشاهدين، هي ان هذه العباده المشتركه ما في داخل الاسره نسموها العباده الجماعيه. لا، العباده هذا المشروع الجماعي الجماعي، ودائما صلاه الجماعه خير من صلاه الفرد بضع وسبعين درجه. نعم، كاس على ذلك. نعم، درت واحد الحاجه بوحدي عندي حسنه او درجه، ودرتها مع وليداتي عندي 27 درجه. نعم، الا قدرت ندخل ولادي معايا في هذيك الختمه القران ودرت غير واحده مثلا اكثر ولا درت اربعه، يكون فيها واحد النوع من التنافس. نعم، الا قدرت فين وصلتي انت فين وصلت انا فين، الا قدرت نشاركهم معايا مثلا في صلاه التراويح ولا غيكون احسن من انني مشيت بوحدي وقمت الليل كامل. يعني هذا التقرب، كل شيء داك المجهود اللي كتبذل باش تسوق باش تمشي فيه جماعه مع زوجتك ولا مع زوجك ومع ابنائك، راه طبعا مضاعف الاجر ديالو والقربه ديال الله عز وجل مضاعفه، وكتزيد تمكن الاسره الطيبه من اسس متينه لحفظها وصونها وتحصينها. وفعلا اسرنا محتاجه لها التحصين بزاف، لان كثير من الاسر كتشكى من الهجوم الشيطاني عليها والجن والسحر. شنو خلي له فراغات، داك الجسد اللي خاصو يكون مبني ومحصن كاين فيه الثغرات، اما ثغرات على المستوى الشخصي انا ناقص في بعض الامور اللي كتخلي الشيطان يدخل، او انا يعني الزوجه كذلك او كذا، او لا في حياتنا الجامعيه ما دايرينش داك الشيء مجموع. فالحاجه اللي قدر الانسان يديرها بشكل جماعي كتكون فيها يد الله وتوفيق الله وتيسير الله عز وجل فيها. صلى الله التوفيق والسداد. الله يجزيك بخير استاذ عبد الله. الله كما كنسال الله تعالى ان هذا الشهر العظيم يكون فعلا فرصه ديال ان الاسره تتبات وتجتمع على كل ما فيه خير، وتكون ان شاء الله تعالى ركيزه ولكن وهذه ما لا تكون فرصه باش هذا الشيء اللي قلنا في هذه الدعامات نفعلوها، تكون فرصه رمضان للشياطين البعيده فعلوا فيها التقرب من الله عز وجل وتفعيل يعني تطبيق هذا الشيء اللي تكلمنا به، نعبروا لوليداتنا على المحبه، نعبروا لهم على الرحمه، نعنقوهم، نكبروا بهم، نثقوا فيهم، نحسنوا بهم الظن، نفرحوا بهم، نتحاوروا معاهم حتى الا بغا يناقشونا في هذه الامور، يعني نفعلوا هذا الشيء، نفعلوه. وكن متاكد اخي اختي انك ستحقق تلك الطيبه اللي بغانا الله عز وجل في حياتنا الاسريه. وفرصه رمضان فرصه طبعا فرصه لهذا الفعل. شكرا جزيلا استاذ عبد الله كرمك على توضيح وعلى هذه الحلقة الخاصة اللي عطيتنا في هذا الشهر العظيم. إذا المشاهدين الأعزاء، رمضان مبارك سعيد، دمتم سالمين وسلام الله عليكم.